أشكر هذا الحضور الكريم والجميل والمثقف باسم رئيسة جمعية السن وباسم كل أعضاء. نواصل دعمنا للأقلام الجادة والوازنة التي فضلت أن تشاركنا هذا الفضاء الجميل، والشكر موصول لمدير المكتبة الذي يشجع على مثل هذه اللقاءات الأدبية. شكرا للأديب محمد عنيب الحمري، شكرا للناقد مصطفى الفرحات والشاعر عبد العزيز أمزيان على حضورهم ومشاركتهم، ونعذر الأديب محمد عنيبة محمد داني على الغياب نتيجة ظروف خارجة عن إرادته. شكرا لكل من ساهم من قريب أو بعيد لإنجاح هذه اللمة الأدبية. قلت سابقا في إحدى التدوينات، لا نعد أنفسنا مصلحين اجتماعيين ولا خطباء دين، ولكن شارتنا الشعر، شارة الحب، شارة الكلمة الصادقة والهادفة. لا وصايا لنا على أي فكر، ولكن الإبداع ضفافنا. لن يموت المبدع، وأقولها لن يموت المبدع ولن يقبر اسمه ولن تلحقه لعنة الصمت. رحمة الله على الشاعر محسن أخريف. والبقاء لاسمه وللكتاب والقلم وللمداد. ونواصل، شكرا زكي بوقديد على دعمك دائما المتواصل. ومعنا أدباء كبار يسعدني حضورهم، الأستاذ مجد الدين سعودي، الشاعرنا الكبير إدريس علوش، مصطفى صغير نوال برحو، مصطفى بن عبو، مصطفى الأستاذ مصطفى ساقم، والناقب والأستاذ ميكي والدي، وهو أيضا هو كاتب الجمعية فلا داعي، للأستاذ أطليق الزهراء وسناء إدريسي وكل من حضر، وأعتذر عن الأسماء التي لم أذكرها. وشكرا أستاذة شاعرة نعيمة حسكة، سمية القرفدي التي أصرت على الحضور والمشاركة، وأهلا بكم ومرحبا بكم جميعا. وشكرا للأستاذ معاذ أشهبون على التوثيق من تطوان وجريدة 24. شكرا للأستاذ الذي يحضر دائما ومتواجد دائما عن قناة أنفولاراج، ومرحبا بكم.